سيرجي بيرخوان، اسم اشتعلت به محركات البحث في الساعات الماضية بعد إعلانه مديراً فنياً مؤقتاً لبرشلونة. سيرجي عوض المقال رونالد كومان في انتظار الإعلان عن مدرب دائم للبلاوغرانا، مدرب قد يكون مجهولاً للكثيرين، لكنه اسم مألوف للغاية لجيل التسعينيات الذي تابع برشلونة عن كثب. سيرجي هو المدرب الفني لبرشلونة بي الذي ينافس في دوري القسم الثالث الإسباني، ويشرف سيرجي البالغ من العمر 49 عاماً على تدريب برشلونة بي منذ بداية الموسم الجاري. سيرجي المولود في كاتالونيا تكون في أكاديمية برشلونة قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول سنة 1993 على يد يوهان كرويف، واحتل سيرجي مركز الظهير الأيسر في برشلونة لمدة 9 مواسم، فخاض 382 مباراة وسجل 11 هدفاً وساهم في التتويج بتسعة ألقاب، منها الدوري الإسباني 3 مرات وكأس الكؤوس الأوروبية عام 97. كما يمتلك سيرجي 56 مباراة دولية مع إسبانيا، وشارك في مونديال 94 و98 ويورو 96 و2000، وأنهى سيرجي مسيرته في أتلتيكو مدريد حتى اعتزاله عام 2005. ولم يصنع سيرجي نجاحات بارزة في مسيرته التدريبية، فبدأ مشواره بقيادة ريكرياتيفو ل3 مواسم في الدرجة الثانية، ثم تولى تدريب الميريا وهبط معه للدرجة الثانية، وبعدها أشرف على مايوركا وهبط معه إلى الدرجة الثالثة، وكانت آخر مهامه التدريبية قبل العودة لبرشلونة على المقعد الفني لي هانغوغو غرينتاو الصيني. فهل ينجح مدرب الطوارئ في إخراج برشلونة من كبوته؟